اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للحراره الصبح على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشماليه، وهيكون حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. اما بالليل فهيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني يا دكتور، البلاد النهارده بتشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره بنسب بتتراوح حوالي بخمس درجات في القاهره. عايزين حضرتك تكلمينا اكتر عن الظواهر الجويه الثانيه اللي هتشهدها البلاد النهارده. طيب، بالفعل احنا في الاول بنشهد تحسن في الاحوال الجويه بعد 48 ساعه من ارتفاعات درجات الحراره والاسربه اللي كانت بتاثر على الجمهوريه امس واول امس. اليوم هنشهد تحسن في الاحوال الجويه، درجات الحراره هتعود للمعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، نبدا تاني نعود للاجواء الربيعيه المعتدله الى مائله الحراره خلال فترات النهار، طبعا على شمال البلاد وسواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، هتظل الاجواء حاره على محافظات جنوب البلاد ده خلال فترات الليل. كمان خلال فترة الظهيرة أو بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء هنبدأ نشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق اللي موجودة في شمال وجنوب الصعيد، لكن طبعا المناطق الشمالية هو هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، وده طبعا اللي هيخلي نحس ببرودة أكتر خلال ساعات الليل. الأجواء خلال ساعات الليل هتكون أجواء مائلة للبرودة. أيضا اليوم كمان في فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري بعض المناطق من سيناء، وده طبعا هيصاحبه سقوط لأمطار خفيفة أو فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، ويبقى على فترات متقطعة من اليوم وبيختلف من منطقة لمنطقة. يعني في مناطق ممكن نشهد فيها سقوط أمطار، في مناطق تانية لا، لكن هي فرص أمطار غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. طبعا احنا بنحب نأكد وننوه ان احنا لسه نوعية الملابس خلال فترات الليل لسه محافظين على الملابس على الأقل الشتوية الخفيفة، حتى لو غيرنا نوعية ملابسنا وخففنا الملابس يبقى دايما معانا جاكيت لما نحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل نرتديه. ان شاء الله الأجواء اليوم هتبقى احسن بكتير من اللي احنا شاهدناها بالأمس، وهيبقى فيه يعني صفاء للأجواء او سطوع لأشعة الشمس على فترات من اليوم. مزيد من الانخفاض في درجات الحراره ان شاء الله هنشهده غدا الاربعاء، ونعود تاني للاجواء المعتدله لان غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 25 درجه مئويه. طب يا دكتور، الانخفاضات دي مستمره معانا لحد امتى؟ هو ان شاء الله التحسن في الاحوال الجويه ده مستمر معانا يمكن اليوم الجمعه القادمه، ويمكن كمان يعني حتى لو شاهدنا يوم السبت والاحد القادمين هيكون في ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره، هتظل الاجواء يعني درجات الحراره الاول ما بين 27 و29 درجه مئويه، فاحنا لنهايه الاسبوع ان شاء الله اجواء ربيعيه معتدله. هنشعر مع بدايه الاسبوع المقبل بارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره، لكن الاجواء هتظل اجواء ربيعيه باذن الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 28 والصغرى بتسجل 16، الاسكندريه العظمى 22 والصغرى 15، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 15، سيوه العظمى 23 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 23 والصغرى 16، دمياط العظمى 24 والصغرى 15، الاسماعيليه العظمى 29 والصغرى 17، السويس العظمى 30 والصغرى كمان بتسجل 17. هنروح لعريش العظمى فيها 22 والصغرى 16، سان كاترين العظمى 25 والصغرى 15، طابة العظمى 27 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، الغردقة العظمى 30 والصغرى 20، الفيوم العظمى 29 والصغرى 17، بني سويف العظمى 29 والصغرى 16، المنيا العظمى 30 والصغرى بتسجل 15. هنروح لأسيوط العظمى فيها 30 والصغرى 16، سوهاج العظمى 32 والصغرى 23،
قنا العظمى 33 والصغرى 22، الأقصر العظمى 32 والصغرى 21، أسوان العظمى 35 والصغرى 20، الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 19، شلاتين العظمى فيها كمان 34 والصغرى 17، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 17. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.